السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت. اليوم فيديو زائد 18. بتمنى من اخوي السيدات الموجودين معنا بهذا الفيديو يطلعوا لبرا، لان الفيديو للرجال فقط، ممنوع دخول النساء، ممنوع دخول النساء. المسؤولين عن الرياضة السورية بتعرفوا شو بيحكوا؟ حلم وصول لكأس العالم، حلم، حط تحتها إشارة حمراء. اليوم اذا انت يا مسؤول يا فاسد يا عرصة، تمام؟ انا اسف على اللفظ لاخوتي المتابعين، تتاج راسي، ولكن طفح الكيل ده، احكي هالكلمتين اللي مخبيهم بحسرة بقلبي. حلم وصول لكأس العالم، كل ما راح عرصة بيجي عرصة اكبر منه، تمام؟ حاتم السرسري ايش بيحكي الواحد؟ حلم وصول لكأس العالم، لك يا ابني، حتى لو انت اكبر من، لك يا ابني بمعنى اللفظي، بدك توصل لكأس العالم، واللاعب يلي عم ينشق انفه بالملعب، عم يطول 17 ساعة لبين ما يوصل لدبي، والعرصات المسؤولين يلي طالعين معك انت بوصلوا بثلاث ساعات، هيك بدك توصل لكأس العالم؟ يا ايش بدي احكي الواحد؟ انا حتى لو حضر الفيديو طز، بدي احكي هالكلمتين اللي بقلبي، لك يا عرصة انت يا كلب، حش السامعين، لك مسؤول، لك ماله، لك ما بيعرف الخمسة من الطمسة بكرة القدم، وصل لدبي بثلاث ساعات، واللاعب اللي عم ينشق طيزه بالملعب وصل 17 ساعة، لك وين صارت هاي؟ لك لبنان، لبنان يلي مع احترام للشعب اللبناني العريق، تاج راسي هني كمان، ما عنده شيء. وضع سوريا افضل من وضع لبنان مليون مرة. لا عندهم حكومة، لا عندهم بنوك، لا عندهم شيء، ما عندهم كهرباء، ما عندهم مي، طيارة خاصة من كوريا الجنوبية لا للأردن، نحن على أساس أجنحة الشام، أجنحة البطيخ، تبرعوا بطيارة للمنتخب السوري، تمام؟ طب وين هي أجنحة البطيخ؟ اللهم بس شاطرين نحكي على التلفزيون ان احنا جاهزين تندعم منتخبنا الوطني، لكن طز فيك وبوطنك، تمام؟ لك لبنان ما عنده شيء، لك لبنان ما عنده شيء يا جماعة، حكومة صار سنتين ما عنده حكومة، طيارة خاصة عم تاخذ اللاعبين وتجيبه، تخيل معي، تخيل فيرعاك الله، لبنان توصل قبل منتخب سوريا على الأردن بنهارين، ونحن وصلنا قبل المباراة ب 24 ساعة، فشو راح يعطيك هذا اللاعب؟ إذا 17 ساعة لدبي، ومن دبي لكوريا الجنوبية ما بعرف كم ساعة، وضلوا بشقاعة مشان كورونا، وقبل المباراة ب 24 ساعة وصلوا على الأردن، شو نحن شو؟ والله أخجل من اللاعب إذا بطلب منه يوصلنا لكأس العالم، أقسم بالله صرت أخجل إني أطالب باللاعب، ونحن شاطرين إن كنت أنا ولا غيري، اللاعب الفلاني هيك هيك بأمه، اللاعب الفلاني هيك هيك بأخته، لأنه ضيع ركنية أو ضيع ركلة جزاء أو ضيع هجمة مرتدة. طب لاعب ملتعن أبو النفضه، تعبان، هلكان، فطسان، يدي يعطي حدا يحطه بمخه هيك؟ أنا ما بفهم رياضة يا أخي، لاعب تعبان ملتعن أبو النفضه، نحن بنطالبه بدنا كأس العالم، ومنسبه على المدرجات، ومنسبه على الفيسبوك، ومنسبه على اليوتيوب، وهدول الفاسدين الحرامية ولادين الحرامية، هدول المسؤولين حاتم غاي والعرصات اللي معه، بثلاث ساعات عم وصلوا لدبي، واللاعب بشق الأنفس، واللاعب يلي عم ينشق أنفه مثل ما حكيت، 17 ساعة سفر، متخيلين انتو؟ متخيلين السفر؟ احنا عم نركب من هون لهون بالسير عم نتعب، فما بالك 17 ساعة بركي، فأي كأس العالم وأي بطيخ مبسمن يا جماعة، وين رايحين احنا؟ وين رايحين احنا؟ ما حدا بيعرف. عم بتفرج على مباراة نهائي كأس قطر، كلياتكم شفتوا، والله قلبي صار يوجعني يا جماعة الخير، قلبي صار يوجعني من جوا، هن وين ونحن وين؟ بعد ما خلصت المباراة، بعد الافتتاح الجميل والمباراة الرائعة والحضور العالمي، ما
مباراة غير دنيا، مباراة غير عالم، تمام؟ رجعت أتفرج على مباراة كرة سلة ما بين الاتحاد والوحدة، خسر الوحدة، هارد لك، مبروك للاتحاد. وصلتني صورة من الملعب، كلياتكم شفتوها، وهاي صورة على الشاشة موجودة عندكم. هيك بدنا نوصل لكأس العالم؟ والله نحن هيك ملعب كتير علينا، أنا بعض الجمهور، أنا لا أقول كل الجمهور، بعض الجمهور المتعصب. هيك يا جماعة هيك بدنا نوصل لكأس العالم؟ ما عندنا ثقافة فوز، ما بنعرف كرة قدم، بس اللهم منروح على الصالة أو على الملعب هيك هيك بالحكم، هيك هيك بالمدرب، هيك هيك باللاعب، هيك هيك بالإداري، هيك هيك بالمخرج، هيك هيك برئيس النادي. في أحد الصفحات أنا بتابعهم كمان بدون ذكر أسماء، ما خلى حدا وما شتمه، كتبت له بالتعليق بدون زعل هيك هيك بأختك، ولغيته من عندي. امبارح اي شخص عم يغلط على جمهور الاتحاد وعلى جمهور الكرامه وجمهور الجيش وجمهور الوحده بلوك والغاء صداقه. ما انا ما بشرفني هيك جمهور بصراحه. نحن هيك نوصل لكاس العالم؟ هيك بالهتافات السيئه؟ شوفوا الجمهور الموجود بالملعب الافتتاح امبارح مع الجمهور القطري، جمهور راقي، مين خسر مين فاز ما همه، ولكن شاف منظر حضاري، منظر عالمي بدوحة، بدوحة العرب. والله رفعت راسي أنا وقت شفت هيك منظر، أفتخر لأني أنا كردي لأصل، وقت أفتخر لأني عربي كمان بهيك منظر حضاري. جمهور جاي يستمتع، جمهور جاي يكيف ينبسط، منظر جميل، جلابيات بيضاء، منظر حضاري. فنحن جايين مسلحين، هذا لابس شنتيانه، هذا معه موس كباس، هذاك معه شبريه، هذا الشربان، وهذا وين كأس العالم مننا؟ وين كأس العالم مننا؟ صفوا النية يا جماعة، صفوا. إذا ما صفينا النية والله والله واللي اسمه الله لا بنوصل لكأس العالم، لا ب22 ولا ب26 ولا ب30، ما رح نوصل. ليش؟ لاني ما بنحب بعض. لك جمهور بلد ما بحب بعض يا جماعة، جمهور الاتحاد وجمهور الوحدة ما بحبوا بعض. انا عارفان رح يوصلني كلام كمان، لك ما بنحب بعض، حسبي الله ونعم الوكيل احسن شيء. يعني ما بعرف يجيك الواحد، ما بعرف انتهى الكلام بهيك اداريين فاسدين، انتهى الكلام بهيك الناس ما بيعرف كرة قدم، لا قصدي على الجمهور. يعني رئيس نادي الوحدة عم يشتغل بإيديه وإجريه وبراسه وليل نهار، زلمة عم يقدم لنادي الوحدة وما حدا عاجبه، مع الأسف ما حدا عاجبه. لك شوفوا 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 الوحدة عم ينافس على البطولات، بالدوري، بدوري الرجال، بدوري السلة. لك اعمل فريق حضاري يا جماعة، كذب على بعضنا، والله الزلمة عم يشتغل. أنا بحب نادي الوحدة وبحب ماهر السيد، ليش؟ لأني عم يشتغل من قلب ورب. كل يوم الثاني تهديد لماهر السيد، كل يوم الثاني إنه طالب بإقالة ماهر السيد. طب الزلمة عم يشتغل لصالح النادي ولصالح الكرة السورية، عم يشتغل. أنفسنا تعبانة يا جماعة، نحن أنفسنا كتير تعبانة. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لو نعرف شو معنات هالكلمة لنبكي ليل نهار. نحن ما بنحب بعض، لا كنا بالغربة ولا كنا بالداخل ولا كنا بالخارج، ما بنحب بعض. مثال صغير حتى لو دخلت المواضيع ببعضها، نحن موجودين بالتركية بسمع فلان شخص في حال إذا رجعنا على سوريا وإجوا التراك لاجئين لعنا لنعمل فيهم العجايب. لك إذا يا ابني إذا نيتك هيك، شلون الله سبحانه وتعالى من عالي سماه رح يوفقك وترجع على بلدك؟ لساعتك مقبور، انت مقبور عندهم وانت عم تحكي على التراك يلي صدفونا. بغض النظر في منهم السيء وفي منهم الكويس، لكن احنا انفسنا الاخ واخوه، بين الاخ والتاني، اخ كويس اخ عاطل، هيك يا اخي هيك الله سبحانه وتعالى اراد. بس نحن كسوريين انفسنا تعبانه،
أنفسنا، ما بنحب بعض، ما بنحب بعض، كيف راح الله سبحانه وتعالى راح يحبب خلقه فينا؟ لك حبوا بعض، حبوا بعض، أقسم بالله لا 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 ما في حدا بيتحداكم بالدنيا. والله من فريق سيء جدا راح يوصل لكأس العالم مجرد ما نحب بعضنا. لك مسؤول عرصة ما مثل فرنجين بثلاث ساعات يوصل على إمارات، ولاعب عم ينشق طيته من الأخير، خيو من الأخير يعني ب17 ساعة بوصل. يا أخي أنا بحمل مسؤولية لنزار محروش للاعبين. لك اطلعوا احكوا، والله مو عبس وقت اللي بعد مباراتنا مع الصين حكوا نحن ضحايا صراعات، مو عبس طلع هالمنشور هاد، مو عبس من اللاعبين، في شيء غلط عم بصير. طب اطلعوا احكوا يا مسؤولين، يا لاعبين، انتوا الاساس، انتوا الاساس، انتوا الاساس. المدرب روحه بيجي، الاتحاد روحه بيجي، اللاعب هو اللي بعيش اكثر فتره طويله مع المنتخب. اطلع احكي عرصة الفلاني عم ياكل حقنا، العرصة الفلاني عم يعذبنا، اطلعوا احكوا. فهذا الفيديو اليوم، اعذروني جدا اخوتي، ولكن والله ما قهريك حكيت، اعذروني. السلام عليكم، متابعين قناة المسبورة.